تحدثنا في السابق عبر شاشاتكم أيضا، وقلنا أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يخشى ردة فعل الشارع التركي، خاصة في ظل حالة الاستياء وحالة الغضب والغلاء الداخلي من تراجع مستوى المعيشة، من تراجع الاقتصاد، من تراجع الحريات أيضا في الداخل التركي. لذا هو عمل طوال الفترة الماضية ومستغلا انشغال العالم وربما يعني مسألة انتشار فيروس كورونا في يعني توطيد مسألة استبدادي من خلال هذه القوانين ومن خلال منع التظاهرات ومن خلال منع الإفراج عن هؤلاء المساجين، للتأكيد على نقطة واحدة وهو عدم إتاحة الفرصة للشارع التركي للتعبير عن رأيه بحرية أو حتى لا يظهر أو لا تظهر حالة الغليان والغضب الداخلي إلى الخارج وتصل إلى وسائل الإعلام بشكل كبير. لذلك ضيق على مسألة منظمات حقوق الإنسان، على مسألة حرية الرأي، على كافة المنظمات المدنية في الداخل ليحكم قبضته على المشهد ويحاول أن يصدر للعالم فقط الانشغال أو الملفات الدولية التي يعني تتواجد فيها تركيا في معظم الدول. طيب أستاذ محمد، يعني حظر التظاهرات للمعارضة في البلاد يعني هو أيضا يعني هدف وغاية للنظام التركي، لذلك يقوم بوضع أزمة الفيروس كشماعة لقمع معارضيه دون الاكتراث الحقيقي للحالة الصحية التي تواجهها البلاد اليوم. التركيز التركي الآن أو ربما نقول تركيز رأس النظام التركي هو فقط يركز على هدف واحد وهو بقاؤه في السلطة وبقاء حزبه في السلطة وإحكام القبض الأمنية والاستبدادية لحزب العدالة والتنمية فقط على مقاليد الأمور في تركيا، يعني لتحقيق أطماعه أو أهدافه التوسعية التي يسعى إليها. أما فيما يتعلق بالداخل فهناك الكثير جدا من المشاكل، بداية من الوضع الصحي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وحرية الرأي والتعبير. كل هذه الملفات الداخلية في تركيا أصبحت يعني تراجعت بشكل كبير جدا، وهناك تصريحات عدة للاتحاد الأوروبي، استياء من هذه الحالة، هناك استياء من منظمات حقوقية عدة في هذا الإطار. لكن دعني أقول لك أن هذه القبضة وهذه الممارسات الاستبدادية توشك أن تنفجر خلال العام الجاري في وجه حزب العدالة والتنمية مع تراجع شعبيته، مع تراجع الوضع الاقتصادي. لن تصمت معارضة كثيرا، لن تصمت المنظمات، لن يصمت الشارع التركي على هذه الممارسات التي تضيق عليها الخناق يوما بعد تلو الآخر في الداخل التركي. سنشهد المزيد من التقلبات في الوضع الداخلي خلال العام 2021 تركيا، وربما ستكون هناك تظاهرات عارمة ضد حزب العدالة والتنمية بشكل كامل ورأسه رجب أردوغان. أنا أشكرك جزيل الشكر الصحفي والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمد حميدة على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من القاهرة.